شو رقصة الأرزة؟ رقص الحلا منحوت ع دوخة فلك. ديالك 110 ايام نمت هون، 6 سنين اشتغلت هون. بيقربك من ربك بلا ما تعرف، بتحس جسمك عم بيتحرك. زال ومين بده يقول لك بقى هيدا الوطن منه ماشي حاله منه ماشي، بدك تقول له بلا ماشي حاله تعا تقول لك وين ماشي حاله. مزبوطة ولا؟ شو هاي؟ جنة، مش بيت، مش أتوليه، مش المرأة الفاعلية بالمجتمع، المرأة اللي عم بتكد بالمجتمع، هيدي هي المرأة عند ودي رحمة. ايموشنال مومنت. كل بارتي من الأشياء اللي أنت بتعملهم، كل أشياء أنت بتعملهم بتحس فيها إيمان. المنحوتات تبعك، الماتيريول. لبنان هو اللي عم بخليك تكون هيك، يمكن بفرنسا ما كنت عملت هيك، يمكن بأمريكا ما كنت عملت هيك. حلو تحكي عن الله، حلو ترسم. يا رب أرزك نسر بهالجو صغير الأرض من فوق بعيونه زرعتها أنت قبل العتم والضوء يحمل التاريخ أخصوم بخيال تاجو بتوقع التيجان وبخيال تاجو عم تمر دهور هو الملك والمملكة لبنان وكرامته صار الملك ناطور واقف عراس الجرد لينهان وليكون مرة خاطره مكسور يا رب أرزك نسر بهالجو صغير الأرض من فوق بعيونه زرعته إنت قبل العتم والضوء يحمل التاريخ عخصونه بقلب العلم عم يرقص ومعتز قلب العلم عم يرقص ومعتز بين التلج والريح على كتاف للريح شافه من هبوبه نهز وللتلج شافه من حماله خاف ولو ألف حربي بيضلوع غاز لا بتجرحه ولا بتمنعه يقع يا رب أرزك نسر بهالجو صغير الأرض من فوق بعيونه زرعته أنت قبل العتم والضوء تيحمل التاريخ أخصوه أهلا فيك أهلا أهلا يا أنتوني أهلا نحن هون هلأ بالأتوليه يلي عمره بحدود تقريباً بال 2009 بلشت إني أشتغل عليها ونهر الكلب ليش؟ لأنه حسيت إنه عن جد بدك مطرح رايق وبذات الوقت قريب للمدينة وبين اثنين هيدي المنطقة الوحيدة اللي رايقة عن جد ومثل ما انك شايف 40 ثانية من الاوتوستراد انت صرت بعالم تاني من الخضار ومن الرواء من الصمت وبلشت بهالمشروع اول شيء بالصخر يعني ابني الاكيدة كل الصخر اللي شايفه هيدا كله صخر مبني صخرة صخرة فاعطي هالطابع اللي انا بدي اياه شوي اني ارجع للارض ارجع للصخر اللي انا بحبه اللي بحب انحته منه الميلانج مع الحديد اللي هي الماتيال اقوى تحسها صلبي اكتر الميلانج بيناتهم شغلة حلوة كتير وقتها بتعرف كيف انها تنشغل وهيك هالخضار اللي انت شايفه الاتوليه هي يعني فشة خلقك اللي بتجي انت بتشكي لهمك بس تشكي لهمك بتحس انك عم بتروق وبيبلش وجع الطين يبلش يطلع هذا الوجع اللي بتلعب فيه كل النهارات بلعب بهالطين توصل يمكن ساعة بيضربني ساعة بضربه مثل ما بقول وبتطلع المنحوتة
هذا الخضار وهذا الرواق اللي انت عم تشوفه اليوم يمكن هو الوحيد اللي بيولد لك بعض الاضاءات اللي انت بحياتك الفنيه، لانه انا معود على الطبيعه بالارز وبمنطقتي بشري بوادي انوبين، يعني نقلت شوي من الخضار لهون، حسيت اني عم كون نتفي مثل فوق شوي قد ما فيني، بس انه مثل فوق ما في. بس على كلن بهالجو اللي انت شايفه، هالميلانج اللي انت شايفه بين هالشجر الزيتون اللي بحبها كتير هالشجره لانه فيها من القدسيه تبعولها، وعايشين على رواق بين هالازميل والريشه والألم. كثير مبسوط كون قاعد معك اليوم، ما فيك تعرف قديش، ما فيك تعرف قديش مقدر هذا الموضوع. اف هالقد ماكسيموم. انا بعتبرك انت شخص عظيم للبنان، ما بعتقد اخذت حقك كفايه بلبنان، كل واحد منا بيعرف منك شوي، ناس بتعرفك شاعر، ناس بتعرفك فنان، ناس بتعرفك نحات، ناس بتعرفك الارز، انت والارز صرتوا سوا. وانا بحس انه انت اكثر بكثير كثير كثير، خاصة وقت ما التقينا وخاصة ساعة الفتت على هالاتوليه يلي شو هي جنة، مش بيت، مش اتوليه، مش هو مزيج بين الحجر والحديد نتفي والخشب، وهودي هن المواد اللي بنشتغل فيهم نحن كنحاتين. يعني اكثر شيء بدايته بيكون الطين يلي هو شوي اذا بدنا ناخذه شوي بيلزق حجرة على حجرة وبيعجن حجرة مع حجرة تيصير في عندك شكل. اول شيء اهلا وسهلا فيك انطوني، انا بشوف دائما البروجرام اللي عم تعمله، يعني هلا بالوقت الحاضر عن جد انه نعرف لبنان اكثر ونعرف مناطق لبنان اكثر، نعرف تاريخ لبنان اكثر، نعرف ترابه وسماه، نعرف وديان وجباله شجره. المعرفه شغله مهمه بالطبيعه لانه منها بننطلق دائما نحن الفنانين. بقى الف عافيه، لانه كشخص انت ومجموعتك افتكر هلا نحن بحاجه لالهم، لانه دائما الطخيره الصغيره بتولد اوقات عجين كثير وخبز كثير. فان شاء الله هيك بتضلك عم بتفرجينا شوي من برشنيتك. رودي الحجر او رودي الألم؟ حجر والألم والريشة بفتكر ثلاثة بحياتي ما فيني عم قصمهم، لأنه في أفكار تجي أوقات أنطوني بتكون بالدغري بتقلك بدي يكون قصيدة، تجي تعملها يمكن ارسمها بتقلي لا، عم تزغل معي، عم تدقر فيني بالمطرح اللي بوجعني. لا، اوقات الالم خلص، الالم بتجي الصوره الشعريه بدك تكتب، لانه هيدي الفكره خلقت تتكون بكلمه، والكلمه من اصعب الشغلات يلي هي بنظري انا الشعر، يمكن فن الشعر والاصعب، لانه هو بيلقط كل الصور، بيلقط كل الاساوي بالحياه، كل الطراوي، كل الدمع، كل الفرح، كل الضحك، كل الزعل، كل مسيرة حياتك يلي أول شيء أنت بتغمض عينيك بتقول يمكن الله هو كلمة فيني بده يقول لي شيء. كل بارتي من الأشياء اللي أنت بتعملهم، كل أشياء أنت بتعملهم رح أحكي عنها شو بحس، والآخر أنت بتصلح لي، بتحس فيها إيمان، بتحس الطريقة المرسومة فيها، الطريقة اللي مصورة أو أنت كي بتصورها فيها شيء إلهي. هلا بجرب، يمكن لأني ربيت ببيئة بين عين تورا وبين مدرسة عين تولا اللي كلها كانوا عند الصباح في كنيسة، عند الصباح في قداس، عند المساء في صلاة، عند الظهر في صلاة،
نحن كنا بونسيونا بعين توره، كان اروع حياتي يعني اروع زمن بحياتي. مره هالمدرسه اللي كتير فيها صخب تاريخي وايماني، بتروح على بشري بين الوادي بين الارز بين الجبال بين المكمل بين كل هالمنطقه هونيك، شيء رائع يعني. هالنهر النهر الروحاني اللي بيقطع فيك بفوت بقلبك بيدج بقلبك، بتحس قلبك رجف هيك وعمل مثل شوك جديد بس توصل فوق على هالمكمل فوق على اخر هالجبل تطلع تحتك بتقول شو هالبرشاني شو هالدويرة العظيمة يلي منها بتناول كل الطبيعة. ايه هالقد يمكن ربينا فوق، هيدا القوة يلي انتبه يلي بيخدها كل فنان. انا يمكن لانه ربيت بين صيفياتي فوق هونيك بين بحرصة بين عين تورة، بفتكر يمكن هيدي هي اللي عم تحكي عنها، هو بلوتو منه ايمان قد منه قوة روحانية بتدخل فيك وبتصير كل شغله بدك تعملها من ورا باك جراوند انت عشته انت وصغير. حكينا عن الايمان، حتى نحكي عن الفن. واحد بيخلق فنان او بيطور مع الوقت، انت خلقت بتحب او في معطيات على الطريق نحتتك؟ يمكن الموهبة مثل ما بيقولوا انه هي 1% وتسعة وتسعين بدك تشتغلها. ومثل ما حكينا او قال كل من المحبة بتغير انسان، كمان الفن هيك. الله حيتت فيك هل 1%، 1% بدك تشتغله على الطريق، بدك تنحته شوي شوي، بدك ترسمه شوي شوي، بدك تكتب عنه شوي شوي، بدك تسمعه شوي شوي شو عم بيوشوشك. اذا لا انا بنظري قد ما تشتغل ما عندك 1% اللي عم نحكي عنه، هيدي القوة اللي انت عم تحسها، بتشتغل حلو بس ما كتير بيكون في له هدف بالحياة كبير. انا من الفنانين اللي بعمل كروكي تأوصل للي بدي اياه. كتار من الفنانين ببلشوا الطين شو بيوديون، كل واحد له طريقته. وهون المودرنيسم والبين الكلاسيكية والسوريالية والمودرنيسم والإمبرسيونيسم كله سوا معجوم ببعضه، كل واحد بينقي مدرسته بيعملها هو تيطور مدرسته الخاصة فيه. أنا بقول من كل مدرسة أخذ شيء ونعجن تسرت أنا، ومثل ما أنا في شيء اسمه ضمير فني أوعى يزغل الواحد فيه. ضمير فني يعني شو أنت بتحس عمول، مش لانه هلا في مودرنيسم يمشي فني بدي اعمل مودرن وبدي كذا، لا 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 ما بتزبط معك وبتبين عندك انه ما انا مزبوطه. مشان هيك انا مع الضمير الفني، انك انت شو حاسس اعمل، ان شاء الله باخر الدنيا بيلحقوك لانه هن حبوا هالشيء اللي فيك اللي حضرتك عم بتقوله. هيدي القوه اللي عنده اياها كل فنان لازم يطورها. مونوكروم يعني لونين نشتغل عليهم من الغامق للفاتح تنشوف نتفي الأفون بروجي كيف عم بيعطينا. هيدا قبله كمان في قلم رصاص الكروكي الأولانية، وبنرجع بعد ما خلص هيدي برجع بين الأفون بروجي على صغير. إذا نلاحظ مينياتور هيدا كتير بياخد وقت. أوكي هيدا المينياتور مثلا، إذا بتشوف نوعا ما كل شغلة وينية بمطرحها مع نتفه الوان شوي كي بدها تصير على كبير. هودي اذا ملاحظ هيدي الافون بروجي تبع كنيسه ريا ماريا غوريتي بمزياره للشهيده ريا. ما تشوفوا شخصين او شخص عنده تم ومنخار وعينتين، حللوا الجمل وفهموا منه مثل ما هيدا الزلمه بيسكر عيونه وبيشوف لبنان وبيشوف شجر وبيتخيل وبيحس مثل كأنه في تلفزيون كتير كبير قدامه كل الوقت، ومن وراها بيطلع الشغل كتير حلو. من هون رح نوقف اخر شقفة ونبرم بقصر من الاحلام، بمتحف عظيم، ببيت رائع كل تفصيل بيخبر قصة. في ناس بتسافر تتفوت على متاحف العالم، في عنا متحف صغير ما انه مفتوح لكم بنهر الكلب بس رح نفرجيكم اياه مع رودي. رح نبلش برمة من وانا جيت يمكن قبل ما انت تستقبلني بشي تلت ساعة، لك البرغي على الارض بفكر فيه، الكرسي اللي بالرسور تبعه بنط،
مش معقول الضوء الضوء حد الضوء المنحوتات تبعك الماتيريول الشمعة النايمة اللي لها معنى جنازير تبع البطويات هول اللي بيكبون بيدوبون انت عامل منهم قصة وقف شعر بدني ساعات الوصول هذا مش متحف هذا اتوليه بده انا معمول هيك بحب بحب معمول بحب وهيك معجون بهالماتيريو مثل ما انك عم بتقول واذا حدا اي مجموعات حابه تمرق تشوف فيها بس تلفنا قبل بوقت واهلا وسهلا فيهم يعني هيدا مزيج ما بين الحديد والخشب والبرونز هودي من المعارض القديمة اللي اشتغلت عليها إذا ملاحظ الهوائية اللي بتصير بين تفرجي الخشب أكتر أعطيه هالقيمة الحديد هو هالمادة الصلبة اللي بتدعم الخشبة إنها توصل دايما الحديد هو عندنا هيك دائما انه في قوه في هيك في صلابه هيدي الصلابه بتحمل الخشب الخشب كتير بعد فيها حياه بنشوف انه الخشب منه شيء جامد شيء متحرك دائما ومشان هيك هو ذاته كمان بيرجع يحمل من جديد البرونز بنشوفه البرونز مادة كتير فيها مراحل بدك تبلش طين اكيد ننحت المنحوتين بعدها بيجي القالب تتوصل للجفصين جفصين تعمل فينيساج عليه تترجع للقالب النهائي قالب النهائي او بتروح على البرونز او بتروح على الحجر او بتروح على بودرة الرخام او على الخشب هول الماتيرات اللي هني بشتغل عليهم بقى بتلاحظ البرونز بس يخلص بدك تبلش بالشمع بنسميه سير بيردو الشمع جوات القالب بده يكون فاضي جواته تتعب بيه الشموت وبدك تشوف وين بيفوت الهواء وين بيطلع الهواء بس تدلق البرونز تطلع الهواء كله منه هالالياج كله سوا هالمرحله كلها سوا بتحس اخر شيء وقت بدك تكسر الشموت او بدك تكسر السيراميك عنه وتطلع القطعه يا بتطلع انه مزبوطة او يمكن اذا بيطلع فيها شيء ما انه مزبوط يعني بتصير كارثة وترجع تعمل نفس الاتاب من الاول مش هيك دايما نعمل كتير في دقة بالشغل تما تطلع القطعة اخر شيء ما في لزوم انك تعيدها مرة تانية والبرونز نقول لهم المشاهدين انه البرونز مش انه في عندكم قالب تدلقوا البرونز فيه وبنعمل قد ما بدنا هيك برونز يعني انه يلا عمل لي قطعة او شيء لا كل قطعة بدك ترجع من جديد الشمع تبعولها الشموت تفوت على الفرن تيدوب الشمع تتحضر الألياج تتدلو تتكسر تتعمل باتين تتنظف تعمل باتين لآخر شيء اللون هذا كل إتابات هودي أن سيرويت بالبرونز وكاتر إبريف دارتيست هذا عالميا معروفة من زمان لهلا وبعدين بينكسر القالب تما ينعمل شيء زيادة عنه المرأة شغلة بالحياة مهمة كتير لأنه هي خلاصة كل أمومة الأرض المرأة بتقيم عنا الأمومة منو شيء المرأة هي الجمال والأمومة معجونين مع بعضهم المرأة هي خصب الحياة المتطور يلي بدونه ما في تطور للبشرية المرأة هي جمال كل ما هو بالطبيعة برقي أرقى من الرقي تتوصل للجمال الجمال عن جد جمال الأرض الرائع جمال الحياة اللي قدامنا الرائع هالإكليبر الرائع اللي خلقه الله بقلب هالجسم كأناتومي بحبه كتير بقى من هون بتشوف المرأة عندي منا شي مالس وبس المرأة فيها قوة فيها عظمة القوة تطور الحياة فيها شد لقدام
المرأة هي بنت الطبيعة وأم الطبيعة. يعني شو أم الطبيعة بنت الطبيعة؟ يعني هي بتشتغل، مش بس إنه شوفوني وخلص ويلا بس أنا جمال، لا، هيدي المرأة، المرأة الفاعلة بالمجتمع، المرأة اللي عم بتكد بالمجتمع، هيدي هي المرأة عند رودي رحمة. مشان هيك في تفتح لكل عضل من عضلات المرأة إذا ملاحظ. صحيح هي إكليبر وجمال، بس بتشوف إذا دخلت شوي فيها قوة، فيها قوة. هيك هون منلاحظ المسيح، النهر، نهر الحياة اللي بتفوت فينا ومتجذر أكتر فيها. إذا بلاحظ صار كل الخشب هو فايد، كأنك فجوة دخل بهيدي الأرض، هيدي النهر، نهر الحياة اللي داخل بجسمنا، يلي عن جد هو اللي مخلينا نسبة. الإزميل والريشة والكلمة هني بيعملوا واحد لخدمة الجمال والفن والرقي وتشوف الله أكتر، لأنه بالشعر أو بالفن دغري بقربك لصورة رب. حلو تحكي عنه الله، حلو ترسمه، حلو تنحته. الوحيد اللي بحس إنه بيمشي مع الثلاثة سوا، لأنه هو ترينيتي، يمكن بفتكر اب ابن روح قدس. هالثلاثه سوا بتحسوا بيتماشوا بالشعر، بيتماشوا بالرسم، بيتماشوا بالنحت، بيتماشوا بالموسيقى، بيتماشوا بكل انواع الفنون. تفاهه هيدي الحياه اللي كتار بيقولوا عنها تفاهه، انه جايين ورايحين. لا، ما تقول هيك، قول انه الله اللي خلقني وصرت انسان. تتصور انت كيف نحن وصغار، هلا انا طفل، ايدك بتكون تصارت هالجلدي وسعيت وصارت اخذت هالفورم وصار هالشكل هيدا اليوم قدامي، كيف انا كبرت، كيف عظمي كبر، كيف ايه بالعلم ما في اهين منها، بيقولوا لك كيف الاتومات عم تتماشى تصارت هيك، وكيف اذا فرد وحده غلطت خلص صار معنا المرض يلي بياخذنا من هالدنيا. وحده هيك غلطت خلص انتهينا. طب هيدي التركيبة كلها سوا ما بيلبق لها انه نعطيها قيمة بهيدي الحياة ونقول انه لا، خلينا نعيشها بجماليتها، بصدقها، بإخلاصها، بتطورها، بالله اللي دايما عم نقشع ورايحين ندق بابه ويفتح لنا دايما، وهو بدق بابنا بس نحن ما عم نسمع، لانه نحن طرشنا من هذا الضجيج الخارجي، طرشنا، ما بقى في طرش نهائي. شو عم يصير؟ كل واحد بيغني على مولاه، ما 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 في شيء بالجو صاير خلص. بس يكتر انت بقلب قاعدين انا وياك هون، كتر شوي الاصوات بقلب هيدي هيك هالاوضه، ما بيقعد حدا يفهم على حدا، قاعد انا وياك هيك عم نفهم على بعضنا. طيب عودوا لهذا الصمت بينكم وبين ربكم اللي هو صمت رائع، وشوفوا قديش بتتغير، وشوفوا كيف بتغيروا بالآخرين تيتغير هذا الكون. غير هيك نحن رايحين على كتلة من الانفجارات ملح، بظن أنا قربت، لأنه هذا الألفين وطلوع، هذا التطورات اللي صارت كتير حلوة، بس في تطورات عم تروح تاخذنا على غير مطارح.
اكيد. هلا هذا البروجي هو البروجي تبع الانفجار يلي من قبل وزاره الثقافه وكلتني تنفذ هالعمل، وان شاء الله هلا مع كل هالاصدقاء نقدر ننفذه. عم تحكي ب 54 متر علوه، هودي ساعة الانفجار كل حالة من الحالات اللي صارت بالانفجار مجسدة هون. يعني عم تحكي انت كل تمثال بدك تشوفه هون هو بين السبع متورة، اربع متورة، ثمان متورة. لبنان القائم اكيد منا هون المنحوتة هلأ، لبنان القائم اللي تشوفه قايم من هالانفجار وعم بيحمي بيروت تما حدا يدقر لبيروت. هذا هو الكونسبت اللي عاملينه. وقت برسم انا شي رسمه، انا وقت بدي ارسم شي رسمه كبيره اكيد بيكون معك حدا بوراقك تيمسك لك الورقه تتحط النقط كلها سوا تفخوتها تعرف كل نقطه وينيه. بعد شوي بتقول له روقوا شوي خليني اشوف، بتشوف. بعد شوي بتقول له حطوا ازرق، حطوا احمر، حطوا اخضر، منيح بيحطوا. بعد شوي انت بدك تجي تشوف شو عم بيصير. يا ريتنا مثل ايام ميكلونج، لانه نحن هون بلبنان ما عندي هذا الشيء. انا كثير عندي انه بيساعدوك بهالشغلات البسيطه الضيقه والبسيطه اللي هي كل شيء اللي هن بيشكرون عليها. وقت بيكون عندك عمل كبير يلي بيكون مثلا 300 متر مربع عم ترسم، ايه، بس وقت بتكون انت وحدك ما في مشكله. ما عندنا اياها بلبنان تخصصيه، ما في. ميكلونج 12 تلميذ كان تحت ايده تكبر له منحوته، يجي هو ينهيها بكم ضربه ازميل. رودان بتفوت على متحفه اليوم. في شيء اسمه كان عنده أكتر شيء يشتغل مع الفرير كاربو، هني يكبروا له المنحوتة، يعني يخلص هو الطين على الجفصين حطه قدامهم يخلص رائعته. يجوا الفرير كاربو يكبروا له إياها على الحجر، يجي هو يكفي الديتايات تبعوها. يا ريت بلبنان في هيك، لأنه بتصير تقدر تعمل أعمال أكتر وتنتج أكتر. ها، هيدا بلبنان انت بدك تعمله. الفنان اللي بيضلوا بس بده هيك كل شيء يكون لا له هيدا فنان أناني. أنا كنت بأولتي أناني، لأن تعرف أول ما تبلش بداياتك بتحب الشغلة بس تخلصها لإلك. ها، هلأ لا، بحبها وبخلصها. إذا إجا واحد حب إنه يتصبح فيها بدك تعطيها، تبيعه إياها أو تعطيها تتعيش منها وتعطي منها. إيه، لأنه مش هي كل شيء المصاري، منو هذا المصاري كل شيء. أنا بالسنة يمكن عندي تقديمات 60% و40% يمكن في بيع. هودي ال 40% بيع، هاو تتعيش ال 60 طياته وكتر خير الله، بس تعطي من ذاتك من هال 1% وتشتغل له. مش هذا بيقولوا ما بيطعمي خبز، الفن ما بيطعمي خبز. يا جماعة في خبز دايما بنقوله ويمكن كتار بيقولوه، في خبز قلته من زمان أنا وصغير ما كنت سامع من حدا، خبز المجد، خبز تمجيد ربنا وخبز المجد. هيدا ما في حدا يوصل له. بتعرف أي متى بتوصل له؟ بس تخلص عمل تقول اف خلص، واو. أهلا بأنتوني. ماني عامل شيء خيي، نحن هول الصبح هل منقيش خصوصي بنجيبهم نعملهم للقوت، هنلفت الاجبان اللبنانيه طليانيه نوعا ما، هون هيك هنلفت اللي منقيش مع السمبوسك اللي بتحبهم، وشويه فواكه. ما انا عامل لك شيء يعني من حواضر البيت، لانه الساعه 7 ما فيني احضر اكثر من هيك. بقى ما حدا وعي معنا، بس وعينيهم شوي صغيره.
برودي اكثر بكثير من شو بيعمل بالارز او شو بيعمل من الحوتات اللي بتعرفون. واذ طلعنا على البيت واو كفينا بجنينه اوف وفتح الباب وشفت هالطاوله يا ريت فيني افسر الاحساس. قال هو من حوادر البيت يعني انه بين بعضنا يعني طاوله حتى فيها فن الجبنه الخشب الطريقه اللي محضره الطريقه اللي مقدمه الالوان كيف محطوطين الخضره على جنب بالنص اللون الصحون كيف لابق مع الطاوله الحديد يلي هي واحدة من احلى طاولات شايفهم بحياتي لانه هيدا المطبخ تبع الاديره الكبيره في واحدة منها هون في واحدة منها برا عامل مثل ما قلت لكم متحف جنه خارج يتصور فيه فيلم قصه فنان نحات شيء كتير مهم. ثروات الاكل مش عقلكم اذا طيبين او اكلهم طيبين انواع الجبنك طيبين كتير الصحون ساندراي توميتوز مني هون تعمل ريفيو انا هون تنبسط لانه بعدنا بنص الطريق بعد في كتير 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 اشي اخبركم عنه. وصلت لمرحلة انه بغمض عيني بحط ايدي على المنحوت تشوف يمين شمال شوف كل شيء ايه بسمع وعم بيقول لي اوعى بقى تجيب ورقة البرداخ وتحف عم تجرح لي جلدتي خلصنا خلص وصلت للجلدة ما بقى تجرحها اوكي وهالقد ما بقى تجرحونا انتو اللي ما بتفهموا بالفن ما تجرحونا اللي بيفهم بالفن في يقول اللي عنده كريتيك يقول اللي عنده شيء يقوله يقوله ما الفنان للأخذ والعطى بس مش هيك بيمرق واحد من حد عمل فني بقلب معرض ما بتشوفه غير زت وطلع تنقول طب لتشوف شو هيدا أحسن ما تفوت ونياله اللي إجا على هيدي الدنيا وعرف معنى عطر الفن وإيد الفن ولمسة الفن وهيك خميرته اللي كتير بدون اي ما بتشوف حدا ولا حدا بيشوفها بس بتفعل بس بتفعل اوكي ايه عن جد معلش اعطوه وقت نتفة صغيرة لك بالجمعة ما فيك تعطي ربع ساعة وقت انك تقرأ عن فنان بيغير لك كل حياتك مش ضروري راسم ونحت وكذا يمكن كتاب حيالله شي بس اعمله شي من النوع لانه اللي اجى عايدي الدنيا وما شاف هودي الشغلات البسيطة الصغيرة بالفن ما شاف عظمة ربنا. شو عندي اشي عبالي قل لك يا بس واو عن جد باختصار فعلا رودي انت اللي قلته هو علم الإبنوز علم السيبكونسيان علم الانكونسيان انت حكيت علم درسناه نحن بالجامعة يعني انت اكتر من فن حكيت علم حكيت عن المحبة حكيت عن الناس حكيت عن شو تارك بالدنيا انت فعلا جاي فعلا 80 سنه 90 سنه اللي هن بتارك شيء تنسى تذكرك او بس انت بتاكل وبتشرب وبتنام وحكيت عنا باحساس كثير حلو حكيت عن لبنان حكيت عن الدين حكيت عن تسكير العيون وواحد يتذكر او يحس اللي جوا هو اكثر من كرياتيفيتي هو ال 90% واكثر 98% اللي هو الانكونسيون اللي ممنوع يعلمونا اياه بهالدنيا وبس اذا بدك يا ابني بتنجح لا مش اذا بدك كلنا فينا ننجح اذا بنؤمن بالله كلنا مثل بعضنا مزبوط المسيح رجع لنا تيفرجينا عظمته هيك هالناس هيدا اللي عم بيصلي هول اتنيناتهم عبتين بعضهم هول عم بيوشوشوا بعضهم كأنه اجا او لا هول العيلة اللي مجزرة بالارض وحاملة حالة وراكضة صوبه اللي عم بيعيط ينده جرس الحق ينده لقلهم بطرس يعقوب ويوحنا ناطرين المسيح رايحين على العرزيل نحن وياك
ويدا قديش عن جديد؟ عن جديد. ايه انت بتعيش الويدا كل يوم. هون وين صرنا؟ عامل عرزالك؟ عرزالنا الخاص، قعدتنا الخاصة، ترجع تنغمر بقلب الغصون اللي بتغمرنا آخر هالدنيا بعدين، بس هلأ نحن عم نشوفها. تجي هون بتكتب، بتفكر؟ هون الكتيبة، التفكير، كيف يصير، كيف يخلق البروجيه، من القعدات اللي أكيد اللي بتعز علي. عم نتفت خرير هالماي تنرجع للطبيعة بين الهواء والماي وال والمادة اللي بنرجع لها دايماً. تعرف اكتشفت شغلة بآخر كم ساعة، أنك تعطي الوقت لحالك تتقدر الأمور ومنها تخترع. إيه أنا وبزيت الوقت هالعجقة الصامتة، العجقة اللي بدك تروقها تطلع واحدة ورا الثانية، فكرة ولا اثنين ورا الثانية. أكيد بتقول انه هيك هالقد النتاج غزير، يعني نوعا ما غزير، بس ما بيصير هذا، ما بيطلع وبيطلع بيروق. اذا ما طلع بيروق ما بيطلع، بتروق وتروق شوي شوي هو بيكب حاله. لا بيكب، مثل الصبي اللي مشتاق انه يشوف امه هو صغير وبده يلحق الفكره وبده يشوف وينيه طيلقطه. نفس الشيء هيك حياتنا نحن الفنيين، مثل صبي وراكد ورا امه الفكره، بدي اشوف ما تروحي، بدي منك، بدي اشبع منك قبل ما مسافر، قبل ما اروح على شط جديد، على سفره جديده، على وادي جديد، على جبل جديد. احنا قاطعين شفنا كثير اشياء ما بعتقد كثير ناس شافتهم او بتعرفون عن رودي المنحوتات موجودين هالمعرض او المتحف اللي حبيت اسميه هون، هالقطع الفنيه اللي الرائعه رائعه رائعه فعلا رودي، اكثر بكثير من اللي بتشوفون على التلفزيون او الاشياء اللي معروضه للعالم. حكينا عن الايمان كتير، حكينا عن الفن كتير، بعد نسينا لبنان. لبنان هو اللي عم بخليك تكون هيك، يمكن بفرنسا ما كنت عملت هيك، يمكن بأمريكا ما كنت عملت هيك، لبنان انت ولبنان علاقة كمان. اكيد لا، انا لو اني بغير بلد يمكن ما كنت هيك على الاكيد. ليك هيدي وين بدي رجعك فيها، انا وقتا كنت صغير ونلعب بالتراب وننزل على وادي النوبين وقديشة، كنت بسكوت انا كتير، كنت بواي ام سي اي، كنت خرج من تحت ايدي مونيتورية، يعني وصلت لوقت انه انا المونيتورية نحنا نعلمون، كنت هالشي انه نخرج جيل، جيل وبيتذكروا اكيد الشباب وهيك قديش كنا منيح مع بعضنا وكتلة وحدة كلنا سوا. ومن هون هيك بتذكر اي شغله صارت معي بهيدي الفتره اللي هي بتعرف اني انا بتذكر اني كيف كنت دبدب على الارض تا اكمش يمكن التخت واوقف عليه. هودي ذكريات بعدهم بحفظهم كيف عند اهلي، بحفظ بعض الذكريات وقتها كنت اوقف بالكنيسه وبدي اشوف شو في خلف الشباك، كنيسه القديمه تشوف خلف الشباك شو في، ما طاله اكبر صرت طاله، يصغر الشباك واكبر انا، النور اللي كان يفوت كان اكبر مني،
أوسع مني. بدي ألعب كنت. بيقولكم شو ألعب؟ ألعب بركي بكمش النور. ها؟ الشباك حدي صرت عم طالو الدرفات قالوا خي. نيالو كبروا معه المشيات جوا البيت وما كبرت قوع اللعب قلنالو. والنور لعبت ضوعة وجي على البيت بده يفوت. هاي حجة. خبايت كل الضوء بالإجي واللعب إني إكمش خيالو. الشباك حدي صرت عم طالو الدرفات قالوا خي. نيالو كبروا معه المشيات جوا البيت وما كبرت قوع اللعب قلنالو. المهم طيب تقلك إنه بهودي القصص هودي الألعاب اللعب الصغار كنا ما كان فيها اللعب اللي كانت واسعة. كان التراب، كان القلي، كان ال كنا نعمر سبع بحصات فوق بعضهم. بعدك تذكر بدنا نهدى ويهرب التاني وكذا. من بعد الباسكت بول، التنس، الكذا، السباحة إلى ما هنالك. أنا كنت كتير سبورتيف، يعني كنت بالبسكي كتير مهم، كنت بالباسكت كتير مهم إلى ما هنالك. هودي إيمن على جنب. كل هيدي العجقة يلي كانت فوق ما في شجرة مثل التانية، ما في غصن مثل التاني بهيدي هالمكمل، ما في لك عشبي مثل التاني، ما في شكل صخر مثل التاني. حطهم حط بعضهم بيتغيروا. التفاح مزبوط تفاح، بس هذا المرج من التفاح وهالحقل من التفاح. هيدي إذا هون شي إذا هون شي إذا هونك شي. ما في تلي مثل التاني. مشويتنا كانت هي كلها سوا. هلأ عم بتذكرها كلها سوا. طب هذا لبنان اللي أنا عرفته، هذا السما اللي أنا عرفته، هذا الشمس، هذا المغيب، هذا كل فصول بقلب الأرز. بالأرز كل فصول اللي كنا نشوفها بالأرز ونحسها. العواصف، الرعد، البرق، الربيع كيف كان يطلع، ما تعرف كيف بلشت يطلع. تقول بلحظة بلشت الزهرة تطلع. طب كل هودي حطهم وحط تاريخ اللبناني اللي كتبوا عنهم واللي حببونا بهيدي الأرض. حبيت هيدي الأرض. تعرف شو بجي أنا وياك؟ كان جدي يقول لي وجدودك أكيد. الطريق بتاخد 5 مسابح تأوصل. 5 مسابح تيوصل من بشري للأرز. 5 مسابح تيوصل، أوقات 10 مسابح إذا واحد تقبان. ليك كيف كانوا يعدوا الوقت، يعدوا الوقت بالصلاة. طيب قل له طيب بدك تشوف أنا وطالع مثلا تنقول على طريق الأرز القديمة وعم بشوف نهر أديشة كيف عم بيتفجر من الصخر. هيدي حالي بحد ذاتها وبعدها فيني. حدا في هذا الجبل، جبل له جبل المكمل، وشير القرن. شير القرن بتطلع فيه بتفكر شي حجار هيك مهدورة ومكسرة على الجليد وعلى العواصف شو عملت فيها الطبيعة. لا أنا 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 بشوفه وهلأ بلشوا يشوفوا له في كاميرات. أنا كنت شوفه هودي الناس اللي طالعة شوي شوي تتوصل على الأرز. وعامل مقطوعة صغيرة أنا ببقى أسمعك إياها. هودي اللي أثروا فيني، هودي اللي حببوني بلبنان، هودي اللي حببوني بلبنان. وقتها بشوف إنه في قديس مثل مرشاربيل طالعين على بعكاف لتنزول. أنت وطالع شوف هالناس هالخشوع اللي نازلين طالعين ما بينهم بشي إلا يوصلوا على مرشاربيل. ما بيننا إلا نوصل بالوادي عند أبونا أنطون. أنا أيامي كنت صغير كنا نهرب، ننزل من الضيعة، ننزل بهالوادي على طريق كتير ضيقة. إذا بتقول لي هلأ انزلها نوي انزلها وننزلها بسرعة، نوصل لعنده بس تيخبرنا قلنا أنتو هلأ هربانين من أهلكم، أنت ابن فلان، أنت ابن فلان، أنت مش معقول. بعدهم بذاكرتنا هنا أنطون قديس اللي حيصير قديس كتير كبير بإذن الله. هنا أنطون اللي فعله بحياتي قد ما فعلته الجبال والوديان والأم والبي والصخر والكذا. ليش؟
هذا الحنين إلى قداسة لبنان. يعني ابونا انطون مرشربي، ابونا يعقوب الكبوشي، رفقه كذا، حرديني اصطفين، كل هودي اللي اجوا بعدين بمخيلتي، وكيف شو فعلوا بالارض، وكيف حبوا الارض، كيف انفعلوا مع الارض توصلوا لله. هودي القديسين غير قديسين اوروبا يمكن اغمى وفيهم وجع مع المسيح اكثر وتوجعوا معه اكثر. هون من ارضهم اللي كانت ما تخلي شيء بجلدة ايدهم، وصلوا يمكن لانه لاكبر قديس بالعالم اليوم مرشال. اوكي، ليش؟ لانه هيدي الارض ارض فيها صلاه، شبعت صلاه، ارض شبعت صلاه، انغمرت بالصلاه، انتقعت بالصلاه، نقعوها بزوم الزيتون والزيت والخبريات وماء المصلية، منقوعة بماء المصلية. هيدا الأرض ما لح في حدا يخدها منها، لأنه بس هيك ينتقى الشيء بصير منه، ياخد منه، صار من نفس العجينة. أوكي، كل جدودنا أنا وياك، أنا بحس هيك كل عظامنا اليوم، لأنه حبوا هالقد لبنان وتركوا لنا إياه. عن جد نحن عم نعيش من وراء صلوات عظامهم، فين اقول لك اياها بكل صراحه. هيدا ترد كل هالطغاة عنا، تنرده بدون يمكن بدون قوه من الله هيك وصليبه، ما بعرف ما كان الرد. هالقد بامن بهيدي الارض، هالقد بامن انه في جبران وفي سعيد عقل وفي طلال حيدر وفي مالك وفي أنطوان وفي ريحاني وفي وبعدل لك قد ما في. اوكي، وفي مارون عبود، وفي كل شيء من اصغر قصه لاكبر لاهوتي. في اتيان صقر ما بيروح من بالي، في روحوا شوفوا شو كاتب اتيان صقر، شوفوا هيك بيروح شو كاتب اليوم، يلي بعد ما انتشر شيء من كتبه، يلي عم بيشتغل كثير، عائلته عم تشتغل عليه. شوفوا هيك بيروح، شوفوا 42 سنه 43 سنه ندر حاله يا خي لمتحف جبران. هودي الناس، هودي حبوا لبنان، ما فيك تقول كلمة عن لبنان قدامهم إلا ما بيجاوبوك شو قوة لبنان. بعد شوي بتشوف كتب فرنسوية ومشرقيين اجوا على لبنان كتبوا عن لبنان أكتر منك، حببوك بلبنان أكتر منك. من هون عرف هيدي الأرض شي مهمة. تصور أنا هلأ عم بروح عم بكتب عن فرنسا وعن إيطاليا، إيه بكتب، بس بدي روح عيشها ميك تأكتب. اجوا عيشوا، حبوا هيدي الأرض، فيها شيء، فيها قوة من الله، فيها الله جل فوق، جل ايه جل على تلميذه فوق. وإذا ما بنآمن إنه ربنا مشي على هيدي الجبال يا خيي بدون إجرين بدون إيدين، حاج تقولوا لي إنه جل وما تجلى، وأقول لك يا خيي بدون إيدين وإجرين في تجلي صار على هيدي الأرض، في سما غامرة هيدي الأرض، غامرتها تقول سما لبنان، ما هي السما أوسع على كل هيدي الأرض السما. ايه، بس تصال على الجبل العالي تدقر بالسما، اللي بتحس انه انت وعم تطلع بعد في شبر بدك تدقر فيها، بتدقر فيها، يكون عندك ايمان انك بتدقر فيها، ما في بينك وبينها كيلومترات، لا، غمض عينك بتدقر وبينزل الازرق ايديك بلوت لك ايديك. شو الحكي هذا الايمان اللي لازم يكون. انا وعم بطلع مثلا تنقول مع الشبيبة تنطلع مثلا نمشي، او مع مرمري مخلوف نمشي على تنوصل على قرنة السودة، تنقول بير خليل وكلنا سوا وهالمجموعة كلنا سوا اللي بنحب بعضنا كلنا، واوقات بنعملها مع دكتور يوسف، اوقات بنعملها منيها عدة مرات، تطلع بالليل تتوصل لقرنة السودة انت وطالع بهالجبال كلها سوا، ما في دعسة بتدعسها ما بتتغير حالتك النفسية جوا، رواقك بيروق. ها
هيدي السما بتحسها عم تبرم وداقة هون بالجبل، ما بقى في مطرح تاني تروح ابعد منه، بدك تصير تبعد بدك تصير تفتح شباك من السما تتروح على السما التانية والابعد والابعد. هل قدي هيدي الارض حبيناها ونحبها وبدعي الكل يحبوها، بس نحب الايمان اللي فيها هيدي الارض. خلص بعد شو عم بيصير؟ طلع دولار ينزل دولار كذا، بدك هودي ايه مزبوط، في ايه في فقر مزبوط وفي غنى، فقر وغنى هني بيغنوا بعضهم. وانت بعدك عم بتقول وانا بسمعك عم بتقول اللي عملوا حياتهم برات لبنان واللي صار معهم مصاري وتعبوا، وهذا اللي هون حب لبنان وبقي بكل فقره وبده يضل هون، وتيغطني بده يضل هون وغني بهالبقوة اللي بقيها هون، بهالدعس اللي بقيها وبهالوقف اللي بقيها هون. اثنيناتهم بيكملوا بعضهم أستاذ، واثنيناتهم لازم يتعايشوا مع بعض، مش اللي راح بتقولوا انتو راح ويلا ياك ما بحب، لا هو اللي راح عمل حياته راح هو اللي بده يساعد لبنان اليوم، لانه اليوم واقع لبنان. والعكس صحيح، نحن ببقوتنا هون بقي هذا لبنان. يعني منحوتي على صخرة أوبيوم، أوبيوم من أهم صخر للنحت لأنه في إضاءة جوانية، إذا بس تحط ماي أو تحط حيلا ضوء عليه بتحس هيدي الصخرة تاخد النور جواني، عن جد تاخد النور، تفكرها في حياة جوانية كتيرة هذا الصخر. هون بنشوف البيوست تبع سعيد يلي شفت كتير بيوستات، وفي منهم شالوهم مطرحهم، في منهم حطوهم مطرحهم، في منهم سعيد تعرفت عليه كان عمري 14 سنة مع الأستاذ وهيب كيروز، وبلشت هيك مسيرة حلوة نحن وياه دايما إلى أن فارق الحياة. كنت قبل كنت أتردد دايما لعنده. سعيد من الأشخاص اللي هني يعني 100 سنة بحد ذاتها من لبنان عرفك عن لبنان اللي هو ألف ألوف السنين. إذا ما بتحب لبنان حببك بلبنان، وإذا شوي عندك نتفت هيك لكون نتفت شيء بسيط إنك تتراجع عن حبك للبنان، بس تسمع سعيد بتحس حالك إنه شو هالعظم اللي عندك إياها فيك وأنت تركها. مثل ما حكينا قبل هيدي العظمة موجودة بهالشخص، شوف هالجبين، شوف هالعبسة اللي فيها كلها من الشعرية ومن الشعر ومن الأمل ومن المستقبل. بتلاحظ هالفتحة التم اللي كتير خفيفة بده يقولنا كتير بس مش بصريخ، بده يقولنا كتير بس مش بعياط، بده يقولنا بمعرفة. هذا الخضم المعرفة هون يلي منه يبلش الإبداع والمبدعين من لبنان. سعيد منحبك وعقبال ما يطلع مية مثلك. ماشي هون عجقة الناس اللي شي بيروح بدك تنحته، شي بيكون جاي على هالدنيا بننحته، وهيدا من أصعب شي يمكن إنك تنحت حدا بيعز عليك وراح. بديش لك تحط من قلبك من كل ذكرياتك فيه هيك مع هالشخص تحطه بهالمنحوتة. مش مهم إنه نطلع الشخص 100%، لازم توصل، ما فيك تطلعه بالمية بالمية، 95 يمكن 98 يمكن 90% بتطلع الشخص حسب معرفتك لإله وحسب الصور اللي معك هون من خلاله انديش تفعلت بهالكاركتر يلي انت عم يعطوك انك تنحته. بس اذا شخص
بتحبه عن جد يمكن بدو تري تري هيك تعملون بيبين الشخص هو ذاته بذات الوقت ديش في حياة. بدك تضيف على البورتري اللي انت عاملها، بدك تضيف على البوست اللي انت عامله شيء منك، ما لازم يطلع هو ذاته، لازم يشبهه، تقول هيدا هو الشخص، بس في غرابة، هيدا الغرابة اللي بيزيد الفنان عليه، واللي ما بتمشي على الزيح. انا من الناس اللي ما بيمشوا على الزيح، اذا عنده نتفة تجعيدي هون مفروض نعمل له اياها لانه طيطلع هو ذاته، لا، الشخص بدك تلبس الكاركتر تبعه كيف هو، ايات تريل اللي هني معروفين فيه تشتغل عليهم، ومن هون ورايح تترك مديك تحط هيك كل شيء انت بتفكر فيه بهذا الشخص كيف لازم يكون. كنت روح بزغري انا دايما عنده اهيب كيروز على متحف جبران، حافظ متحف يلي ربطتني صداقة فيه من أنا وصغير. كان عمري 9 سنين تعرفت عليه بمعرض عن الأم. من وقتها بدي حياتي الفنية تتشجع، يعني حدا يشجعك إنه إيه ليك شو عامل كذا، فرجيني عمل كذا. كان ما بالي إلا أمسك تابلو وروح لعنده على المتحف او على بيته تيقلي شو الغلط اللي عم بيصير. وفشخة ليك الكبار العظيمين فشخة بيحببوك بلبنان، ما بيزيدوا عليك، ما بيلبسوا عليك. توصل وقت انا ما بقى فيني اقول لك شيء، بدك تروح على جامعة برا، انت صرت اوسع من اني انا اقول لك شيء رودي، صار بدك تكنيسيان يقول لك، انا ما بقى فيني اقول لك. بس الى جانب هذا ما فيني اقول لك، بس اوصل لهونيك الماي تبع نبعت بقلب المتحف، نبعت الماي نبعت النبي، بس اشرب منها في تغير يصير. تقول لي عم تهزي، لك لا في تغير يصير، لانه شربي كل هيك هالجبال وجاي توصلت نقي هيك لعندي، انا هيك بفكر كنت. اذا هاي طبيعة لبنان هي عملتك، اللي نحن الحديث اللي عم قولها توصلنا لإله، توصلك لهالشغلة. طبيعة لبنان هي اللي عم تعجنك، عينك عم تشوف كل هودة اللي هلأ عم بخبرك عنه، واخبار واخبار واخبار. عنا جبران هون، جبران الوادي، جبران نبي الوادي، جبران أديشة ولبنان، جبران بشري، جبران البلد المقدمين، وكيف أخذ كل هالبنان بقلبه من عمر 12 سنة ووزعه بكتب ولا أروع، بفكر ولا أروع، بقضية كبيرة اسمها لبنان ومشيئة لبنان بدها تروح على كل العالم. جبران يلي هالكم سنة عايشهم بلبنان، 12 سنة وإجاه 3 سنين بعدين، منشوف كل لبنان كان بقلبه من وراء رسماته، من وراء رسوماته، من وراء كتاباته. جبران شفافية الحكمة، هيدي الحكمة اللي من خلالها منوصل على جبل الحقيقة. جبران بيوصلك للحقيقة وبيتركك هونيك بيقلك تأمل في رؤية كتير بعيدة بالحياة أوسع من كل اللي بتقشعوا. غمضوا عينيكم وروحوا لبعيد لبعيد بهالوادي المقدس. أنا شفت حدا لبناني إنسان عادي بس بيعرف يقشع، بيعرف يسكر عيونه ويقشع، بيعرف يقدر كل لحظة، بيعرف يحس كل لحظة. وهو القصص موجودين حوالينا مثل ما كنت عم بتقول، بأحلى بلد بالعالم الناس ما بدها تشوف، بناس بتحب بعضها الناس ما بدها تشوف، بعائلة الناس ما بدها تشوف، بفن حوالينا كل يوم الناس ما بدها تشوف. ورودي هو شخص بيعرف يشوف. شو بتقول للناس؟ دين ما بيشوف ويشوف. أنا ما لح أقول للناس، أنا لح فرج الناس إنه شوفوا الفرق بين الأشياء بين الما أشياء. بس أنت تشوف الفرق خلص، في ميزان، في ميزان خيره على هذا الميزان. انت باي شغله بدك تعملها بحياتك الله حيطها فيك، تتقشع بدك تتواضع اول شيء، تتقشع وتعرف بدك تتواضع. هذا عم نحكي عن اشخاص اللي بدهم يعرفوا بدهم يقشعوا، يعني
بدك تسمع. احنا شعب ما بنعرف نسمع، ما بنعرف نقرا. حكيت لانك سالتني، انت عم تعمل معي هالقابله، عم بحكي لك شو انا بحس. انا وقتها في شي موضوع مهم عم بيحكي غيري، انا بسمع، بسمع، بدي اعرف. خي بخلي الشي المهم جواتي لانه مهم طلعه تاني ميك، ولو ما هيك ما وصلت لهون، ما وصلت لهالطريقه الحكي اللي انا عم بحكيه انا وياك، والعيش اللي انا عشته انا ما اكيد. المعرفه بدها تواضع، وبدها انك انت تروح صوبه، بدها نتفت يعني جلاده، تكون جلود عليها شوي. كل خي قدامك قول انه هذا في بقلبه مسيحي، بس شوف المسيح اللي بقلبك وبعيونك، واحب هذا المسيح اللي فيك. انا بلشت على الطريق الصواب، لانه انا ما بقى عم بكره، انا عم بحب بقلبك حدا كتير كبير، يعني انا بدي اعرفك، تعرفك بدي اعرفه. انا وراي على هيدا الطريق ما بقى في زغل، ما بقى في هيك تكسير، ما بقى في تجريح، ما بقى في حقد، ما بقى في هيك اني وطيك وانا اعلى منك. هيدي هي المعرفة الاساسية لكل شخص بده يعرف التاني. بنظري انا اذا مش المسيح، رب تاني بتآمن فيه، قول انه هيدا بقلبه، لانه كل مثل ما قلنا كل الديانات خيرة بالاخر. حب ايه؟ عامل مثل ما حدا مثل ما بتحب انه يعاملوه، عامل مثل ما بتحب انه يعاملوه، عامل مثل ما بتحب انه ابنك يتعامل برات هون، عامل مثل ما انت بتتوق انه هذا الخي يكون، تشده تيكون، ما يكون عندك انانية. الانانية ضد المعرفة، صرنا انانية، صرنا انك تحب غيرك بتواضع. اذا ما في تواضع انسى انك تعرف. هلأ قول انا بعرف هاي الخشبة، قريت عنها شغلي شو هي هاي الخشبة وخلص، حطها براسك وخلص. لا تواضع، قول انه هذا اللي قريته بهذا الكتاب، في كتاب تاني عم بيقول لي يمكن غيره، يمكن بينقضه. التواصل بينك وبين المعرفة بدك تنقضها، وانت تعمل محامي بينك وبين حالك، انت تجلد حالك شوي. بس نتعلم نجلد حالنا شوي، ساعتها بنصير نعرف أكتر شوي وأكتر وأكتر. شرب القديس المنطقة، قديس لبنان، قديس العالم، ليك هاللحية اللي كلها فيها زوابين بقلب الطبيعة، بتشوف كأنها نار وشعلانة، كأنه أول عجيبة عملها بالزيت هي عملها تولع حياة البشرية كلها بالقداسة. هو اللي خاضع لكل مشيئة ربنا، وكان بكل تواضعه حتى أمه ما شافها، ما بده يشوف الأمه، لأنه في أم سماوية بتتلاقى مع أمه فوق ولح يشوفهم. هذا الأمل اللي حكينا عنه قبل، هذا اللي بنقول من بعد هيدي الحياة في غفوة، غفوة ما في موت. نحن بنغفى غفوة الصلاة تنوصل لطلب جديد مع ربنا. هذا 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 حبيب قلب الكل مر شربل. منلاحظ بإسكيمو اللي عالي شوي عن الجبين، لا عم يفتحنا على إضاءات وإضاءات. نحن منا بعاد عنا كتير، نحن بعد مرشار بالمحبك، لأنه هالقدي فيك نور داخلي، مش الزيت هو اللي ولع وصار نور، الماي اللي هي كانت ما بتولع ولعها تيفرجينا إنه في عجايب بالدنيا بدها تحصل. وضلكن بأمل إنه العجيبة الكبيرة إنكن تتغيروا مع المسيح.
تلات من الصلوات كنا نعملها على تلات الصليب، والصليب اللي مزروع من جدنا بقلب الصخر تيحمي هالمنطقة إلى معاني كبيرة. هالسبع صلبين، هودي السبع صلبين بس تحطهم بيحموك، وكانوا يحمون. تصور شو اللي حببني بلبنان، بغمض عيني بصير شوف وقتها كانوا الأتراك وغيرهم وقتها غزوا لبنان، نضطهد نروح على هالمغارة. فيك تصدق انه كانوا يصلوا تتشتي الدنيا، تشتي الدنيا، ينزل الشتي على الصخر يعملوا له حفرات تتروح الماي وتنزل تفين يشربه. طيب هذا الشتي، حب الشتي صار مسبحتهم اليومية. هيدي الارض مسبحة يومية عم تتصلى بهيدي الارض من جدودنا. مين بده ياخدها؟ انا بقيم ما حدا بياخدها منه. في شيء اقوى منك، الروح اقوى من الجسد. حاجة بقى نحكي، الروح اقوى من الجسد. الجسد ما في يمشي اذا ما في دقة قلب، حدا عم بيدعمها بقوة داخلية تدق. هيدا هالقلب الصغير خيي، اوكي هي عضلة وهي لحم وهي اللي بدك اياه، وهي بالعلم ذرات حد بعضها بتتفاعل كهربا مع بعضها. مين عملها؟ مين عم بيولدها؟ مين عم بيخليها تصير تمشي؟ مظبوط، مواد، فيبراسيون بينك وبين فوق، بس في قوة، قوة مش مقشوعة. غمض عينك تقول القوة مش مقشوعة، هي الزمان اللي بقلبي، هي الزمان الكلي يلي بقلبي. فتي عينك بتشوف الأشكال، بتقول هي كل الإسباس، هي كل شي فيه حوالينا، هي المكان قدامنا. مظبوط، هنيئا لمن يعرف أن دون الزمان الداخلي ليس هناك مكان متحرك. كل العلم والعلماء على فراش موتهم كانوا ما يؤمنوا أنه هذا الأتوم والإيون والإيون كلهم سوا هن يعني حركوا الأتوم. مظبوط، إجا جان شارون قال لك لا، أنا حاسس على آخر حياتي إنه في إيون، في إسبري دان سيت ماتير، في قوة إيمانية عم بتحرك، في قوة إسبري، في قوة، في روح عم بتحركون. هيدي هي إن شاء الله أقدر ألقطها. الأشخاص اللي واقفين هون ما ناقصهم إلا يحكوا، بتحسهم عم بيتنفسوا، بتحسهم عم بيطلعوا شيء، عم بيحكوا. مظبوط أنت نسخت، بس نسخت أكثر من صورة، أعطيتها حياة. بس مش هذا السؤال، رودي عمل أوتو بورتري؟ إيه، أنا عملت أوتو بورتري، رسم نحت. هلأ بعدين هلأ الحلقة جاي إذا الله راد بتكون شفت كيف شو عامل. قديش كبرى؟ كبرى بحدود 22. واو، وجه ثلاث وجوه، رودي الشاعر، رودي اللحات، رودي الرسام. بفرد منحوتي. نوعدهم حشان نصورها إذا الله رود، على الأكيد على الأكيد على الأكيد. طيب من بعد هون وين رايحين؟ رايحين دغري هلا بدنا نسحب نحن وياك صوب هالغابة الدهرية من نهر الكلب على الأرز. على الأرز يمكن أكثر ريبورتاج أو دوكيومنتير بنعمل كامل. مزبوط. عن محل شغلك وعن محل حياتك، شو بقوله يعني محل ما مطرح ما عشت مية ونهارين بقلب شجرة كانت بيتي. العمل الفني بده احترام، انت بدك تحترمه العمل الفني لو شو ما كان. لما تروح عند حدا وتقول بدي انا اعمل شيء عندك او بدي منك شيء، إذا ما بتحترمه العمل الفن، في احترام لعمل الفن، مثل ما في احترام بس نفوت على الكنيسة من نركع ونصلي، في احترام لعمل الفن مش تركع وتصلي له، لا، في احترام إنك تقول واو تعرفه أكثر.
قبل ما شيله تعرفوا أكتر شو عيني فيه هذا السلام قبل ما قربوا انقدوا. النقد شغلي بلبنان صايرة عجيبة غريبة، لأنه أنت بتحب المودرن بتروح على متاحف ومعارض مودرن، ما بتحب المودرن بتروح على حدا كتير قوي بالسورياليزم أو الكلاسيكية اللي ماشي بتقول لا لا شو مودرن شو بدي أكتب عنه. لا لا لا، النقد الفني بيكون بدك تكون أنت بينك وبين حالك عن جد نقد. أول شيء نقاد حالك تتنقد غيرك. النقد الفني في غير شيء، في شيء أو بتحبه أو لا إنه يكون، وفي شيء بدك تنقده. بقى النقد الفني تركوه للناقدين العظام وجربوا قربوا لإلهم. بينما تحب الشغلة أو تكرهها ما بتعود ناقد أنت. هذا هو الفارق العظيم الكبير ما بنعرفه. إيه لا يا لبنانية، كنا وبعدنا منروح على كل العالم نشوف حالنا، إن كان بالاختراع اللبناني أو إن كان بالصلاة اللبنانية اللي بتوصل لآخر الدنيا. منروح لبرا حاملين صلاة لبنان بقلبنا، حاملين أرزتنا بقلبنا تنوصل لهونيك. والأرزة، شو الحكي عن الأرزة؟ نحكي عن الأرزة شغلة كتير كبيرة إننا نحكي عن الأرزة. نختم حديثنا لطفة صغيرة عن لبنان، بغمض عيني أكيد كل الأشخاص اللي قريتهم واللي موجودين جوا، مش هولي المهمين بس، المهمين صلوات جدودي بقلب التراب اللي تمشته، بقلب الأرز اللي حسيته، بقلب هيكل الأرز اللي حسيته، بقلب الجبال اللي عربشت عليها، بقلب السما اللي طلطه، بقلب تفتحات ربنا اللي كل يوم بيتفتح شيء جديد فينا ونحن منا سامعين ولازم نسمعه وتاني قريه، بقلب كل هودي هذا اللي هو لبنان. لبنان حالي بقلب هالدنيا بقول له تخيري على صدر العالم، تخيري على صدر العالم. تعرف ليش تخيري؟ لأنه بحس كل العالم صار فيها حروبات رجعت بنيت حالها بعد 50 سنة، عرفت كيف بنيت حالها بالعلم بالتطور بالبل. نحن شعب بعدنا أوتنتيك، هذا الأوتنتيسيتي تتشوفها بشعوب كتير بالعالم عنا موجودة كتير، بعدها بأفريقيا، بعدها بعدة مناطق اللي هي فيها فقر وفيها تأثير أكيد. بس بقول لك لبنان أرض الله، إيه لبنان اسم الله، إيه لبنان هو اللي عمله هيك. والله شو أنا هيك بآمن فيك، تقول لي خي أنت ما تآمن هيك، أنا هيك بآمن خي، حس إيدي هيك عجنوا أول أرض هي انعجنت ورائت مثل ما كنا عم نقول، روقها هون وانطلق منها من هون. شو بعمل لك أنا خي من هون من هالمنطقة انطلق، شو بدي أعمل لك؟ هو هيك حب، ما فيني أقول له شيء، بدي أسمعه وآمن. أنا بآمن، إيه آمن لأني عم شوف قدامي هيدي الأرض كيف مكونة بأي طريقة. هذا هالبلد الصغير هالصغير هالصغير يا زلمة، شو في وديان وشو في جبال وشو في عواصف وشو في ثلج وشو في رعد وشو في هدوء وشو في شمس وشو في ضوء وشو في، طب كل هودي معجولين فيه بحسوا ايه. بس ما ننزعهم بقى هسه اكثر من هيك، عم ننزعهم بفكرنا بعدم ايماننا فيه. ما تمام، ما تقشطوا يا لبنانيه، ما تقشطوا. عندنا جبيل عالي، عنا جبين عيل، تصوروا يا خي ربنا اختاروا يا خي جبين وحطوا جبينكم حدوا نتف صغير، اطلعوا قربوا صوبوا نتف صغير، تحسوا حالكم قوية، ما حدا في يهزكم، قوية ما حدا في يهزكم. تعرف ليش تقعد أنا وياك هيك مرتاحين هلا عم نحكي؟ لأنه بس اجي تأرسون أو تأنحت أو تأكتب ما بدي من حدا شيء، ماني عايز من حدا شيء. بس اللي عايزه انه اللي بدهم شيء مني ما يجرحوني، ما يأذوني. ها؟ ما تروح عند حدا تتأذيه. مأمن فيه رحت لعنده خلص اتركه، خليه يشتغل، ما بيعطيك الا شغل كتير حلو وإيمان حلو. بس ما تأذيه، ما تجرحه، ما تجرح خيك. هذا أهم شيء. ما تطلع على غيرك قليل تا هدية، هيدي يعني هيدي بس عمل منها كاتر إبريف دارتيز تقريبا. بقى بدي اهديك اياها فينا. انا رح يهديني
رودي شي؟ ايموشنال مومنت. شغلي بتعز علي الترانسندنسي. واو. يلي اساس البيت واساس الحياة هي الام، يلي بتخلق اولادها وبصيروا يطلعوا شوي شوي بهالحياة يوصلوا للمحبة الكلية. ان يكون الرجل غامر هذه المرأة الام. بقى هيدي هدية مني لبيتك متواضعة. انت مش عم تعرف يعني مثل كأنه هلا هديتك اياها لانه هذا الشغل كتير دقيق مثل الذهب. هذا هالتفخيط كله هذا كتير صعب قلبه كتير صعب. بعتقد في كل انسان عم يحضرنا اليوم حلمه يكون عنده قطعة من عندك. حبيبي وانا مش عم صدق. حاسس حالي هلا كأني التقيت مايكل جاكسون. يا حبيب قلبي هي القد كتير علينا. الف الف مبروك. وبتعقد. حبيبي. لك شو هلا. حبيبي. واو. حبيبي. خده معه عطاء اتفرج عليه عندي بالبيت. مش عم صدق. حبيبي مبروك. بتعقد. مش بس قضينا نهار مع بعضنا ومش بس تعلمت منها كتير اليوم. مش معقول قد ما تقول انا تعلمت مع عيني عميقة. وهلأ رح صير ترفقني عندي بالبيت وشوفك واتذكرك اليوم واتذكر مع عيني هالحياة الرائعة اللي عندك اياها وشو تعلمت وشو عم بتعلم بلا ما تعرف. انطوني عم تعلمنا نحب لبنان ببروجرامك. ان شاء الله نكون هيك اخذنا شوي منك. مرسي. بديش عم بقول لك عن لبنان العظيم واللبنانية العظمى. بس نحن هلا بفتره معلش تواضعوا شوي. تواضعوا بمعرفتكم من شو. كل شيء بيعرف وفرد شغله ما بيعرف عني. بيعرف يبلط، بيعرف يعمل، بيعرف يعجن، بيعرف 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 يعمل كل الهاوي، بيعرف يفك، بيعرف كهرباء، بيعرف كذا. فرد شغله تكون تعصى عليه تكون اكثر شوي من هيك نتفت هالمعرفه الصغيره. بيعرف شيء. لازم نعرف فرد شغله منيحه والباقيين تكون ثقافتنا منيحه حواليها. وهذا العقل اللبناني مش هيك نجحنا. بس بهالفتره هيدي بندعي الكل هذا هو اللي هلا رح تنقوم لبنان يكون في تخصصية. خلص مجموعة كاملة تعرف البناء. خلص مثل الكومبانيون دو باري تفوت على الكومبانيون دو باري بالبرونز. عائلة من عائلة لعائلة عم تتنقلها هيدي مثل ما بتطلع على الزوق. من عائلة لعائلة يمكن عم تتنقلها اللي هي الحياكة مثل ما بتطلع على غير مطرح. عندهم تخصصية بكل شغلة نحن فقدناها ما بقى فيها. لأنه هيدا اللي كان يعمل سجاد بده ابنه يكون مزبوط يكون أكتر يعمل مهندس يعمل بده إياه. بس ما نقى حدا يعلمه تحت إيده. وهيدي مسؤولية لنا كلنا سوا من يجر. ما عرفنا كيف نطلع من حدنا ناس تساعدنا وبذات الوقت هي تكون مش على الآخرين لبعدين. من هون هيدي هي بداية المعرفة اللي لازم نبلش فيها نحن هون. المعرفة الكلية حكينا عنها بس المعرفة بلبنان ان نرجع يقوم هيدي بدايتها لانه نحن منا قوية فيها. في بلاط بس منه بلاط كتير قوي. قلوا خفوا. في حدا يعمل لك شومينيه بس خفوا. في حدا يعرف يزرع بس خفوا. هلأ عم نرجع لإلها. رجعوا لإلها لانه كلنا هالضربة العظيمة بلبنان طعمونا اياها مزبوط. لا ارجعوا لقلب. ارجعوا لقلب. عنا شيء كتير. بس مش عم يعني تفرجينا ايه انت ببروغرامك اللي عم تفيرها انطوني مش لانك هلا عم بعمل مقابلي معك. يعني تفرجيني ايه انت بلبنان في كتير شغلات ما كنت شايفها. ما خلونا نشوفها ولا بدهم يخلونا نشوفها. بدهم يحطوا حواجز ما بدهم يخلونا نشوفها. كسروا الحواجز خلينا نشوف لبنان يا اخي على حقيقته. خلينا نرجع لبنان هذا الكبير اللي تغنوا فيه. خلينا نرجع نشوفه على حقيقته نعرفه. يعني بدل ما تسافروا شوفوا على غير منطقه. روحوا على غير منطقه بوتيل. شجعوا غير اوتيل بغير منطقه وروحوا تعرفوا عليها هيدا بغير منطقه. وشوف انه بعرفتنا بلبنان بس نعرف اكثر بلبنان ونقرا اكثر عن لبنان. وحياتك هيدي بتعطينا قوه بتعطينا دفع. هيدي المعرفه اللي عم تقول لي اياها الجلوبال اللي حكينا عنها. هلا عم نطلع على المعرفه الخاصه اكثر بلبنان. هيدا هو بده يقومنا. غير هيك ما رح يقومنا. ايماننا بمعرفه وطننا ايماننا بتاريخه. وقلتها مع ديورز بهالنتفة الثلاث دقايق
اللي ما بيعرف تاريخه بقلب ترابه ما لح يبني تراب جديد ويقوم بلبنان جديد. يلا مشوار قريب اذا الله راد. يلا شو بدي خبرني اخبار على الطريق ساعتين يا ويلي. يلا من اهل الكرب على الارز.